السلام عليكم. أنا فرحانة ومتشرفة بضيفي اللي موجود معايا دلوقتي. ضيفي من أساتذتنا اللي دخلنا الوسط الفني لقيناهم. يعني دول الأكابر اللي وجودهم في أي عمل بيزوده. وحقيقي أنا اتعلمت منه الالتزام، ويمكن صحيح أدواره ما كانتش بتبقى أدوار بطولة، بس اتعلمنا الالتزام والأخلاق الطيبة وإزاي أبقى متفاني في الفن اللي بقدمه منهم. معايا الأستاذ الجميل أستاذ صالح العويل. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. شرفتني والله وأنستني، وأنا يعني عندي شديد الامتنان لوجودك. ربنا يكرمك. الله يخليك. حضرتك غايب عننا بقالك فترة طويلة، ليه بقى؟ والله بقالي حوالي 10 سنين. 10 سنين ما حدش بيبعت لي، خلاص اعمل لهم. طب يا عم صالح، ما انت مش يعني طريقه الشغل في يعني حضراتكم كادوار مش كبيره قوي، طريقه الشغل ان انت مثلا بتتواصل مع حد، مع ريجيسير مثلا، مع مساعد مخرج او كده، ولا طريقه التواصل بتكون ازاي؟ بيبقى بيرشحوني في دور فبيبعتوا لي اوردر، فبأدي الدور بتاعي. مفيش، ما اديني قاعد في البيت. طب كان زمان كده في مكان اسمه في قهوه بيتجمعوا عليها كل الساده. أيوة. الفنانين. مكياج كل الكروبات كل حاجه. ما بتروحش ليه مثلا برضو ترفه شويه عن نفسك وبرضو الناس تشوفك؟ ما هو مفيش حد بتوع زمان. كلهم توفاهم الله، يعني ما الله يرحمهم، يمكن انا اللي فاضل. ربنا يديلك الصحه والعافيه ويديلك الستر، اهم من كل ده. لما بيعزوني بيبعتوا لي اوردر بروح. مفيش. طب انت في العشر سنين كده دول ما حنتش كده للفن؟ يعني طبعا انا بحب الفن من وانت صغير قوي. ده فين؟ من ايام اللص والكلاب بتاع شكر سرحان الله يرحمه. الله يرحمه. الاستاذه شاديه الله يرحمها. الاستاذه شاديه وكمال الشناوي. انت دي كانت اول حاجه يا عم صالح عملتها؟ هي دي اول حاجه. وبعدين ابتدت بقى الاعمال البسيطه، اعمال يعني. بس انت ما شاء الله كنا بنشوفك كتير قوي في الاعمال. ايوه. وهنشوف صوره ليك دلوقتي وانت لسه صغير كده زي القمر. يعني كل الناس اول ما تشوف صورتك هتفتكرك على طول في الاعمال الجميله اللي كنت بتقدمها. يعني كله كان ما دام الانسان بيحب العمل بتفاني. يعني ممكن يبعثوا لي اوردر 10 الصبح تروح. ايه اروح 10؟ هم شغالين في حاجه تانية، لسه المشهد بتاعي، يعملوا البريك ويعملوا والاخر، ممكن في الاخر معلش يا عم صالح بكره صورتك اهم في عمل من اعمالك الجميله. اللي شايفينها اهو حاجه جميله جدا جدا. الله يخليك يا فندم. جات لك ازاي فكره انك تشتغل في التمثيل؟ والله كنت بحب السينما، كنت دايما اروح السينما وانا صغير. فكان في قهوه قريبه السينما في وسط البلد. انت منين اساسا يا عم صالح؟ ساكن فين يعني؟ انا اصلي من الشرقيه. ولكن ساكن في بسوس. حاليا. ايوه بالسلامه. لا انا قصدي ساعه ما كنت لسه بتبتدي بقى، كنت في الشرقيه عايش ولا هنا؟ كنت عايش هنا. انا عايش هنا طول عمري يعني. فكنت بغاوي ان انا اشوف افلام وبتاع. حبيت بقى، حبيت المجال ده. فالانسان البدايه كانت ازاي بقى؟ اول عمل جالك خالص جالك ازاي؟ جاني على قهوه اسمها قهوه مكي. غير قهوه بعره. غير بعره. غير بعره. بعره دي اللي هي كل الفنانين بيقعدوا عليها. دي قعدت فيها بعدين. لما كان قهوه مكي دي قدام جلاله الجمهوريه. في وسط البلد. فبخرج من السينما تقعد على الاقي القهوه دي عليها ناس بشوفهم في الافلام. مطاوع عويس ومنصور صابر والناس القديمه دي. الاساتذه دول. عم مطاوع عويس توفاه الله برضو. الله يرحمه. ده برضو كان من الناس اللي اشتغلوا من ايام ايوه هو فاتن حمامه زمان وعمر الشريف ايام يوسف شاهين. ايوه قديمه. فقلت لهم انا عايز ابقى معاكم بقى. ابتديت اقعد معاهم بقى يعني اصاحبهم يعني. ايوه. فقال ما تيجي معانا
هو مطاوع الله يرحمه. الله يرحمه. قلت له يا ريت انا مستني تقول لي. ابتديت بقى الشغل معاه في الافلام والبتاع الحاجات دي يعني. بس كنت بتطلع انت يا عم صالح بدور الشرير. ايوه اه اللي هو في العصابه اللي هم الشريرين. ايوه وتعمل كده ادوار كلها شر. اه يعني كنت في فيلم اسمه بهاريز. اه كان المخرج شريف حمودة. اه كان في مشهد انا ويوسف يوسف داوود. اه الله يرحمه. اه فبيكلفني ان انا اموت سلوى عثمان. اه فبتخش هي البيت الشقه بخش انا على بخنقها لغايه ما تموت. ايوه حتى في افيه والله انت تقيله قوي ليه كده. بعد ما موتتها اشتغلت كمان انت مع الاكابر الاساتذه الكبار. اه من ايام زي ما تقول شكري سرحان. اه يعني انت عز السينما المصريه. اه شكري سرحان الله يرحمه. كان علاقتك ازاي بالاساتذه النجوم دول؟ لا هم كانوا بيحبوني بصراحه. يعني اولهم كان الاستاذ ياسر جلال. لا ده ياسر ده لسه هنجيله بقى. ياسر انت كنت في لقاء مع احدى المواقع وقلت انا نفسي اشتغل مع ياسر جلال. ده حبيبي. ايه بقى حصل ايه بقى بعد ما قلت كده؟ كلمني في التليفون. هو اللي كلمك؟ والله. ازيك يا عم صالح انت مش فاكرني؟ قلت له اهلا استاذ ياسر ده انا نفسي اشوفك. بقول له انا مش عارف تليفونك والله. يا حبيبي الوحيد اللي بيسال عليا يعني ياسر جلال. ربنا يكرمه. بيسأل عليك دايما يا عم صالح؟ أول ما عرف في البرنامج اللي أنا عملته في موقع كده. فخدت التليفون وكلمني على طول. يا حبيبي. في يوميها. يا حبيبي. قال لي كويس إن أنا عرفت تليفونك. أنت حبيبي أنت والدي أنت يعني ربنا يسعده. يا رب. ربنا يسعده. طيب ياسر ومحترم. وكان محمود عبد العزيز الله يرحمه. كان بيتصل بيك برضه. يا سلام إنسان. الاثنين دول بالذات هم محمود عبد العزيز وياسر جلال. بس ياسر ما لسه ما قابلتوش انت؟ لا انا اشتغلت معاه في ده فكرني هو. قال لي فاكر لما كنا مع بعض في مسلسل اسمه ابناء الدهشان. من 40 سنه او حاجه زي كده. قلت له طبعا يا استاذ ياسر انا دايما اذكره بالخير لان هو محترم قوي. ومش عارف تليفونه بس اخيرا اتصل بيا وعندي تليفون. يا حبيبي ربنا هتتواصل معاه بقى ان شاء الله ربنا يخليه. هو ياسر كان وعدك ان انت هتشتغل معاه ان شاء الله؟ ايوه قال في رمضان ده ممكن او العمل الجاي. فانا مستني اوردر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وقلت لي الاستاذ محمود عبد العزيز برضو كان بيحبك قوي قوي. يا سلام. واشتغلت معاه انت في جبل الحلال. جبل الحلال حلقه 16. هما صفحتين مشهد صفحتين ما شاء الله. فهو بقى يعني ايه ياكد لي على الجمله يعني دايما ايه بدل ما اقول الارض اللي تحتيك اللي انتوا ماشيين عليها دي فيها اثار. فقال لي عم صالح خليها ايه الارض اللي تحتيكم احسن غير اللي ماشيين عليها. فيعني كان هو بيزود لك او بيظبط لك الجمله. وكان الاستاذ عادل اديب هو المخرج وخدني على جنب عم صالح على مهلك خالص براحتك. يعني في مخرجين يوتروكي. كان الاخراج الاستاذ عادل اديب. عادل اديب. وعادل كمان من الناس المحترمه جدا جدا, جدا. ربنا من الناس كده. المهذبه قوي قوي. طيب طول فتره العشر سنين دول يا عم صالح مين بيسال عليك؟ مين بيتواصل معاك؟ ولا ما عادش بقى حد بيتواصل ولا بيسال؟ مفيش حد بيسال ولا تقولي لي النقابه ولا النقيبه مفيش. انت عضو نقابه يا عم صالح؟ منتسب. يعني حاولت اخد عضويه عامله. قالوا لا ليها شروط. ليها شروط فيها مشكله. طب مين من الاصدقاء بقى زملائك في الوسط الفني؟ ده كتير قوي. بيتصلوا بيك؟ بيجوني ويتصلوا بيا وبتاع اللي هم الزملاء يعني. على قد اللي نفس حبيبي اللي بتقول سيد مصطفى الله يرحمه كان فكر يا عبد الحميد. يعني في ناس حبايبي يعني زملاتي. ايوه الله يخليك. انت عندك اولاد يا عم صالح؟ ايوه يا فندم طبعا اسم الله ربنا يحفظهم لك يا رب. ربنا يخليك. مفيش حد منهم في الوسط الفني بقى ولا طلع في مخه كده فكره الفن دي؟
لا ابدا لا ولا حد. حاولت مع ابني فما بيحب مش ما غاوي. بيحب بعد خدته معايا مره في قلت الله يرحمه سيد راضي كان بيعمل روايه اسمها الصعيد وصل مع الاستاذ احمد بدير. السيد عايز اجيب ابني وبتاع قال هاته. فهو بقول لهشام ابني قال لك لا ما بحبش التمثيل. قال لي هو الدور ايه؟ قلت له دور ايه؟ انت هتقعد في القطر مع قال لي لا ما كانش دور حقه. يعني براحته وانت سبته براحته بقى لا ما غصبتش عليه. وبرضه قلت له في شبكه الموت فيلم اتصلت بيه وقلت له تعالى. قال لا ما حتى بقى المساعد المخرج يقول لي فين ابنك يا عم صالح؟ ايوه اقول له ما جاش اعمل له ايه؟ لا هو مش حابب اصل الفن ده هوايه يعني. طب انا اسفه في السؤال يعني هتسامحني يعني. طب بتصرف منين يا عم صالح؟ ما انا اقول لسيادتك كنت انا اشتغلت في وزاره الصناعه ليك معاش يعني معاش بس ما قعدتش كتير يعني فالمعاش مش قد كده. طب يا عم صالح يعني بتعمل ايه في يومك يعني في الفن؟ انت عارف يومنا ضايع في الاستوديو يعني ممكن نروح الصبح بدري نخرج بالليل ما نشوفش الشمس. ايوه واللي واخد على الشغل والتعب والجري والمرواح والمجي قعده البيت بتضايقه وروح الفنان انه يشتغل. يعني انا بحب الفن ايوه وبحب الكاميرا بس ما زي ما تقول اللي بيتركن قالها لي نادر جلال الله يرحمه. الله يرحمه اشتغلت معاه كتير يا جزيرة الشيطان الله والمحاكمة والحسن اللول الله عدلك ايه ولا ايه ولا ايه وبدور من ايام بدور في 73 هو كان يعزني يعني ايوه الله كان يقول لي انا بجيبك معايا صالح فسوخه بيتفائل بيك بيتفائل انت ادبك حلو يصرخون الارانب وبطل من ورق وحدلك ايه ولا كل الاعمال اللي الاستاذ نادر عملها كنت انت فيها ومع الاستاذ سمير سيف برضه يا حبيبي الله يرحمه برضه كان عظيم بصراحه. وعلاقتك كمان كانت حلوه قوي بالاستاذ سمير غانم كان سمير غانم الله يرحمه كان حنين يعني يعني ما يحبش الاكشن الضرب الجامد ولا حاجه كنا فيلم اسمه انهم يسرقون الارانب ايوه فكان هو ويحيى الفخراني مع حفظ الالقاب طبعا 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 ربنا يكرم في ثلاجه كبيره كده في المطبخ وانا بدور عليهم يعني انا رجل عصابه وهم هربانين مني وبتاع فباجي اقف قدام الثلاجه دي هما بيفتحوها ويروح ضربني بحاجه ويقفل على نفسه هم انا ادور ما تلاقي ايوه كان والله كان في في فظيع ده فهي كان الاول قالوا شومه فهو قال لا خليها بدنجانه ايوه مش عايز يوجعك ايوه فيخبط بدنجانه وفتش انسان يعني يا حبيبي كان دمه الله يرحمه يعني عظيم ودمه خفيف وما فيش ما اشتغلتش مع الكوميديانات الجداد الشباب الجديد؟ لا اللي هم اللي لسه طالعين اليومين دول اللي عامل بيقول محمد ثروت ولا مش عارف محمد ثروت اشتغلت معاه؟ بس ده مش كوميدي ده لا محمد ثروت كوميديان لا بس مش للدرجه اللي هي يعني مش زي مثلا الاساتذه الكبار مش يعني اللي انت تعلمت زي اشرف عبد ولا اشتغلت مع اشرف عبد الباقي؟ كتير اشرف جميل راخر الله يمسيه الخير ايه ناس حلوه كتير يعني بس هم لما الانسان بياخد جنب بينسوه وكل المخرجين دلوقتي جداد يعني كله جداد صح ولو شافني هيعرفني طبعا كلنا ده انت فوق دماغنا بس اللي قدامهم هم معهد وبتاع طب انت مالكش صفحه على السوشيال ميديا؟ يعني في صفحه طب يعني زي ما بتتواصلش فيها او الناس ما بتاخدش بالها منك في كتير بس ايه الفايده يعني ما فيش الادوار اللي هي والعقد اللي هو صح طب تفتكر يا عم صالح اول اجر اشتغلت بيه كان كام؟ اول اجر في حياتك اقول لك كان 60 قرش مش جنيه حتى؟ لا 60 قرش 60 قرش بس كان الجنيه جنيه مش زي دلوقتي الجنيه طب ال 60 قرش دول كانوا اجرك في اليوم الواحد
اشتغل مثلا 5 ايام اسبوع يضربوا بقى في 60 قرش، فتلاتة اربعة جنيه. ايوة. طب واما بتسمع الارقام بقى الملايين دلوقتي بتقول ايه بقى في عقل بالك؟ ما بقاش مش مصدق. ال20 مليون ولا معرفش ايه. ايه ده؟ طب اكتر اجر خدته في حياتك؟ 1500. ده اكتر حاجة؟ قليل برضك. انا اصلي برضى بقليله. يا حبيبي. يعني بيتصل مية اقول لي مثلا الدور ده عاملين له ميزانية كذا. فانا قلت لو اديته في العالي هيمشيك. هيجيب غيري. فانا بحب ايه ابقى ماسك العصا من النص. يعني حضرتك اللي تدفعه انت عارف بس وعمك صالح. فبيديني رقم اقول له ماشي عشان خاطرك. ما بحبش اطلب. يعني انا مين انا عشان لا انت 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 سيد الناس. ربنا يخليك. انت فوق دماغنا. انت استاذ. شكرا. والله ما بجاملك. انت اشتغلت مع النجوم الاساتذه الكبار من ايام الابيض واسود. الحمد لله. فيعني واشتغلت مع مخرجين اكبر مخرجين في الوسط الفني. حلم حليم. طب نفسك في ايه يا عم صالح؟ نفسي يحسوا بيا بس على اخر ايامي دي. يعني يحنوا عليا. حتى المادة مش مهم عندك يعني كتير ولا حاجة. المهم أنا أمارس الهواية بتاعتي اللي لسه عندي. أنا بحب الفن وأحب التلفزيون وأحب السينما. بس كل شيء بأوان. ونعم بالله. ربنا ما يحوجك لحد. آمين. غير لصحتك وعافيتك. الحمد لله. ويا رب يبقى كل أصحابي النجوم اللي شغالين يفتكروا عم صالح. عم صالح عايز يمارس فن بيحبه من 60-70 سنة. الراجل بيشتغل في الوسط الفني. فهو صعبان عليه انه يقعد من غير ما يشتغل. وهو بيقول اهو انا ما يهمنيش الفلوس، انا بس عايز احس ان انا موجود لان انا بحب الفن. فيا رب يعني زي ما ياسر كده كلمك ووعدك ان شاء الله هتكون معاه. انا واثقه ان كل اخواتي الفنانين المحترمين. اي حد هيشوفك يا عم صالح دلوقتي هيقول لك تشرفني وتبقى كده بركه العمل، زي ما كان استاذ نادر جلال بيقول لك انت الفسوخه بتاعه العمل البركه. ان شاء الله تشرفنا في اعمال كتير ونشوفك مبسوط دايما وبتضحك يا حبيبي. ان شاء الله الله يدي لك الصحه والعافيه يا رب. ربنا يخليك. الله يعينك يا حبيبي. الف شكر. شرفتني وانستني واشوفك دايما بالف صحه وبالف خير. شكرا. شكرا يا حبيبي. الف شكر. للأسف الفقرة الحلوة دي خلصت. استنوني الفقرة الجاية إن شاء الله هتعجبك. فن العمارة في أي مجتمع قديم أو حديث بيوضح علامات ورموز ثقافية بتكون نابعة من العادات والتقاليد للمجتمع ده، وبيعبر عن هوية أفراده، وكأن العمارة هي مرآة للمجتمع ده. وده بيبين لنا قد إيه إن العمارة بمثابة وثيقة تاريخية أثرنا فيها وتأثرنا بيها في أفكارنا وفي سلوكنا وكمان في أمثال ده الشعبية. ومثل النهاردة هو الباب يفوت جمل، واللي هيقدمه لنا دكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتنمية العمرانية. نشوف التقرير ويرجعوا لي تاني. لا حرج في الغضب بشرط أن تستخدمه بطريقة بناءة. قدر المحاضر والمؤلف الأمريكي واين داير من خلال عبارته الشهيرة أنه يوضح لنا أن الغضب هو شعور طبيعي في كل إنسان، ممكن يستخدم بشكل إيجابي مش بشكل سلبي، وبدل ما يكون سبب للهدم ممكن يكون سبب للبناء. علشان كده زمان قالوا في الأمثال الباب يفوت جمل. أنا عبد الحميد الوزير وهنا أرابيسك هندردش عن العلوم والفنون والثقافة. البنى والمعمار ليهم أثر وحضور على ثقافة ووعي الإنسان اللي عبر عنها بالقصص والأمثال. وكنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن تميز التراث المعماري العربي بأشكاله المعمارية اللي ليها استخدامات وظيفية وكمان قيمة جمالية ومعاني ودلالات فلسفية. ومن ضمن العناصر والأشكال اللي تميز بيها المعمار العربي أبواب المنازل من حيث الشكل والحجم.
فكانت أبواب المنازل بتدل على القيمة الاجتماعية عند العرب، الأبواب الصغيرة بتدل على الفقر، أما الأبواب الكبيرة فبتدل على الغنى، لأن الباب الكبير بيتسع لدخول الدواب لصحن الدار زي الأحصنة والبغال والجمال. وقلنا إن الأمثال الشعبية لها مصادر بتستمد منها، ومن أهم المصادر دي هي الحكايات والقصص الموروثة. ومثلنا اليوم لقصة بتأكد إن الغضب والحزن ممكن يكونوا سبب كبير في البنى مش في الهدم. الإمام ابن الجوزي ذكر قصة عن العلامة الحافظ أحمد بن محمد النيسابوري، إن النيسابوري حل ضيفا عند صاحبه أبا بكر، وكان لدار أبو بكر باب صغير، فسأل النيسابوري صديقه أبو بكر ليه ما يجعلش لبيته باب أوسع وكبير يدخل منه الزوار مع دوابهم وأمتعتهم. فرد عليه أبو بكر بسخرية، ده بابي، فلو شئت أنت ابني لك رباطا تجعل منه بابا ينفذ منه الجمل بك وأنت راكبه. الكلمة حزت في نفس النيسابوري، فرجع حزين إلى نيسابور، وهناك باع بعض أملاكه وكتب إلى القائم بأمر الله يلتمس منه قطعة أرض يقيم عليها رباط، فأذن له وشيد الرباط وأمر أن يكون بابه أوسع وعريض. ولما جهز الرباط دعا النيسابوري صاحبه أبو بكر، فلبى أبو بكر الدعوة، وحين حضر طلب النيسابوري من أبو بكر الدخول من الباب، فدخلت الجمال منه بكل يسر وسهولة. فالتفت النيسابوري إلى أبو بكر وقال له الباب يوسع جمل، ومن يومها شاعت المقولة بين الناس الباب يفوت جمل. دمتم طاهر. هذا البرنامج برعاية الفقرة الطيبة اللي بتحاول يعني تخفف علينا مقاسي الدنيا والحاجات اللي بنشوفها، بنبقى مع ذكر الله سبحانه وتعالى وبنبحث في سنن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبشرفني في الفقرة دي مولانا الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتنا يا مولانا وأنستنا. أهلا بحضرتك يا أستاذ، الشرف لينا، ربنا يبارك فيك يا رب. حضراتكم معودنا في الفقرة دي نبتديها بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. آمين يا رب، صلى الله عليه وسلم. مولانا في الأيام الطيبة دي وفي كل الأيام عايزين نعرف ثواب أني أدخل السرور على قلب محتاج، أدخل السرور على قلب حد حاسس أنه يعني عنده احتياجات ومش قادر يلبيها. وليه حضرتك اختزلتي أن السرور يدخل على اللي محتاج بس؟ كلنا محتاجين ندخل على قلبنا السرور، حتى اللي مش محتاج. كلنا، وانت حضرتك مش محتاجة حد يدخل على قلبك السرور بكلمة والله طيبة يقولها لك، حد بس يهون عليا بخاطرك يكبرهولك، يعني مش محتاجة. ده فكلنا محتاجين، عشان كده ادخال السرور ده عبادة في الدين، مش مجرد أمر كده مقتصر على حد محتاج منك صدقة فبتطلعها وخلاص، وبتظن أنت يعني أدخلت السرور عليه بيها وخلاص، أو حد محتاج تقضي له أمر فأنت قضيت له الأمر فعشان كده دخل على قلبه السرور وفرحته. لا، ادخال السرور يعني ده عبادة أيوة كاملة، يعني في وسائل كتير لإدخال السرور، دي وسيلة من وسائل إدخال السرور، لكن هي مش مقتصر على الفقير بس ولا المحتاج فقط، لا، احنا كلنا ممكن ندخل على بعض السرور أصلا، ودي عبادة. أنا أعبد ربنا سبحانه وتعالى لما أقول لحضرتك كلمة طيبة وكلمة يعني ترضيكي وتسعدك، وحضرت يعني لما تقولي لي كلمة ترضيني وتطيب خاطري يعني وتديني ثقتي في نفسي كده أنت وتجبري بخاطري، أنت بتؤجري عناء أمام الله سبحانه وتعالى وبيحسب ليكي إدخال السرور على مسلم. يبقى احنا أول حاجة نعملها إن احنا نوسع مفهوم الأمر. تمام. السرور عكس الحزن. يبقى أي حاجة ضد الحزن أنت بتعملها مع الإنسان الله سبحانه وتعالى يأجرك عليها. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. ليه الفأل الحسن؟ لأنه بيدخل بيه السرور. يعني لما يشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول مكة ورايح هو والصحابة، فأهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقوا على أمر إن أنت هترجع وتيجي السنة الجاية، وتم بينهم معاقدة أو معاهدة. لما بعتوا له واحد عشان يمضي معاهم بنود المعاهدة دي كان اسمه إيه؟ كان اسمه سهيل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل بهذا الأمر. فالتفاؤل دوت النبي عليه الصلاة والسلام نشره عشان يدخل السرور على قلوب الصحابة، قال سهل أمركم بسبب الاسم. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، طفل صغير العصفور بتاعه يموت، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على قلبه السرور كده ويقول له ما فعل ما فعل النغير يا أبا عمير، يفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف حد تاني في السوق والناس لا ينظرون إليه، فيمسكه كده ويحضنه من ظهره كده ويقول من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد. والراجل هذا الرجل يعني لا هو شكله جميل ولا هو من أصحاب الأموال ولا من أصحاب التجارة، يعني الناس لا ينظرون إليه. فيقول فلما يشعر النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وراه يبقى مبسوط إن النبي حضنه كده صلى الله عليه وسلم، فيفرح وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجدني كاسدا يا رسول الله، مين اللي هيشتريني ده، أنا يعني لا شكل ولا منظر ولا أي حاجة، تجدني كاسدا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لكنك عند الله رابح، أنت مكانتك الله عند ربنا أكبر بكتير جدا. شوف يدخل على قلب السرور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم أحوال إدخال السرور على الأب والأم. الله. يبقى خلاص اتفقنا إن هي عبادة عامة طبعاً. الناس دخلها على بعض، معاك ناس شغالين معاك في العمل، فأنت بتدخل على قلوبهم السرور بتطمنهم وتفرحهم، ما تحسسهمش طول الوقت إن هم قاعدين مضغوطين وخايفين على أكل عيشهم وعلى أرزاقهم، دي مش شطارة خالص. وانت بتأثم على هذا الأمر، بس افرض هو مقصر يا فندم برضو، في فرق يا أستاذ بين لما يكون حد مقصر أنا أبين لي تقصيره، وبين إن أنا أصلا عايز الناس مشدودة طول الوقت. أنا بتكلم على الصنف ده اللي هو عايز الناس مشدودة طول الوقت بس، لكن الناس عاملة اللي عليها. لا خلاص كمان. أصلا لا يكلفه نفسا إلا وسعها. فأعظم من أعظم هذا اللي دخل السرور على الوالدين الأم خصوصا. سيدنا عبد الله بن عباس يدخل عليه راجل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله كده يا ابن عم رسول الله هل للقاتل توبة، في توبة للقاتل؟ فسأله سؤال، قال ألك أم؟ قال لا، قال اذهب فاستغفر الله. فلما انصرف الرجل جلساؤه سألوه يا ابن عم رسول الله سألت الرجل عنه إيه؟ عن أمه، فما علاقة توبة القاتل بأمه؟ قال والله لا أعلم شيئا يكفر الله عز وجل به من ذنوب العبد كبر الوالدة. إنك أنت تفرح أمك وأبوك وتدخل على قلوبهم السرور، فتبقى حريص أنت ما تسمعهمش أخبار سيئة، يبقوا مهمومين بيك طول الوقت، تبقى حريص أن أنت تقول لهم كل خير على حياتك وكل اللي يفرحهم. عارف والدتك بتفرح بمكالمة تليفون كلمها، عارف أن أبوك بيفرح بمكالمة تليفون، حاجات بسيطة جدا كلمهم، ودي عبادة. أنا بقول أن هذه عبادة. أختك هذه الأخت اللي ممكن تكون يعني منقطعة عن الدنيا ما لهاش غيرك أنت بتعتبرك أنت السند بتاعها وأنت يعني ظهرها وأنت حمايتها وبتتقوى بوجودك أنت في أي مشكلة تحصل في حياتها، ليه تشعر أنها منقطعة عن العالم وتخلي مثلا إذا كان زوجها راجل سيء ولا حاجة يطمع فيها ويسيء إليها، لأن هو شايفك أن أنت بتودهاش بمكالمة تليفون بتودها أو بزيارة بتودها، بتدخل على قلبها السرور. فدول أولى الناس الأرحام، زوجتك وأولادك أو الناس بيدخلوا السرور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يتسأل أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم، أحب على الإطلاق بأي شكل من الأشكال. إحنا أوقات بنربط إدخال السرور بالبذل المالي إن أنا هدفع، لا والله. طب لو قلنا إن درجات إدخال السرور ده درجات، حضرتك تصحح لي، يعني أعتقد أعظم أو أعلى الدرجات إن يدخل السرور على قلب محتاج. طبعا ما كل ما يكون يعني اصل انت برضو حضرتك بديهيات ان انا ابر اخواتي وابر امي وابر الناس اللي شغالين معايا. اذا كانت عند حضرتك بدهيات، اذا كانت عند حضرتك بدهيات، لا هي عند كتير جدا مش بدهيات. انت حضرتك بتتكلمي عن نوع تاني ارقى شويه اللي هو ايه؟ البذل. وده بقى ليه خصوصيه اصلا البذل، بذل عشان ادخال السرور على الناس. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الامثله اللي حضرتك بتقوليها دي، قال تطرد عنه جوع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم او تكشف عنه كربه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيدينا الأمثلة دي لهؤلاء، وهم أولى الناس بأنك أنت تحرص على إدخال السرور عليهم الناس اللي أنت بتبقى عارف أسباب حزنهم إيه أو أسباب همهم إيه أو الأسباب اللي هي جالبة للسعادة بالنسبة لهم. زي حد أنت عارف أنه هو إدخال السعادة بالنسبة له أو السرور عليه وعلى أهل بيته أن أنت تيسر له أمر أكل وشرب، ده حاجة. حد تاني عارف أن أسباب تيسير السعادة عليه أو إدخال السرور عليه هو انك انت توفر له كوبايه ميه نظيفه او تيسر له الحصول على الميه، كل دي عبادات. فانت بتبقى متحين الفرصه واحتياج الشخص نفسه. طيب احنا في يعني فرصه طيبه جدا ان احنا ندخل السرور على قلب كتير جدا جدا في الفتره دي من حياتنا محتاجين،
يمكن ان شاء الله في التقرير الجاي ده نشوف وكلنا مش بس هنشوف، ان شاء الله هنشوف وهنعمل على ادخال السرور على قلب كل المحيطين بينا ان شاء الله، وان شاء الله مش هنخلي حد متضايق ابدا. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. مؤسسة نبض الحياة بتجهز كرتونة رمضان السنة دي بأجود الأصناف عشان تناسب الأسرة في شهر رمضان الكريم. إطعام الطعام مع مؤسسة نبض الحياة، على الرغم من أنه طوال العام إلا أن شهر رمضان له خصوصية، وهي أن تفطر الصائم، لأن من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. الكرتونة تحتوي على 13 صنف غذائي بتستهلكه الأسرة في شهر رمضان، وهذه الأصناف لازمة وضرورية لكل أسرة. أيام عظيمة وكلنا بألف خير وسعادة، أيام بتحكي عن خير كل المصريين، خير رجالها شبابها وبناتها وأطفالها، خير بيلف وبنشوفه في كل شوارع المحروسة، خير عيلة ربت ولادها على المحبة والعطاء، خير موجود في كرتونة ممكن تقدمها هدية من خلال مؤسسة نبض الحياة، وتكون أجمل هدية فطار على طبلية. اللمة بتفرحنا لما أكون مش قلقان من لقمة هحطها لأولادي وقت الفطار. اللمة بتفرحنا لما أكون مش قلقان من ضيف هيجيلي ومش عارف هقدم له إيه. اللمة بتفرحنا لما ابني ياكل زيه زي جيرانه من غير ما يحس إن هو محروم. إيديكم في إيدينا عشان اللمة تحلى بكرتونة الخير في شهر الخير. النهاردة نبض الحياة هدفها 100,000 وجبة مجهزة في هذا الشهر الكريم خلاف كرتونة الخير. ياريت يكون لك سهم مع مؤسسة نبض الحياة في هذه الحملة المباركة، حملة ويطعمون الطعام. مش بس كرتونة الخير اللي بتوزعها مؤسسة نبض الحياة في رمضان، كمان نبض الحياة بتوفر وجبات جاهزة بتوزعها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. إذا كنتوا حضراتكم بيبقوا لكم نصيب من المشاركة طول السنة، ينفع يجي شهر رمضان اللي بيفطر صائم واحد بس ربنا بيكتب له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الوقت الثمين العظيم اللي بتتجلى فيه نفحات ربنا وبركات ربنا سبحانه وتعالى على كل الناس، نعديه كده من غير ما نكسب حسنات وحسنات وحسنات. علشان كده إذا كان مجهود نبض الحياة بتسعى لأن هو يكون موجود طول السنة، إحنا بنسعى جادين إن إحنا نضعف وأضعاف مضاعفة في شهر رمضان. هدفنا السنة دي نوصل لخمسين ألف كرتونة. 50,000 كرتونة فيها محتويات كتيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين معانا، مكرونة، رز، سكر، زيت، كمان التمر، كمان البقوليات، كل أنواع الخير موجودة في كرتونة الخير في مؤسسة نبض الحياة. ولكن بمساهمة حضرتك معانا هنقدر نوصل للأسر الأكثر احتياجا في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. كرتونة رمضان من مؤسسة نبض الحياة، هديتك لغيرك. طيب اهو في فرصة اهو قدامنا ومتاحة، وربنا يسر لنا ان احنا نقعد قدام التلفزيون في اللحظة دي علشان نشوف ازاي ندخل السرور على قلب العديد والعديد من الناس. ونبض الحياة تكفلت بان هي توصل الشنط او الكراتين رمضان دي لاماكن استحالة حضرتك او استحالة انا او اي حد حوالينا كده يقدر يروح لها. ففرصة طيبة ويعني الكرة في ملعبكم. يا الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة أصبحت يعني متلبسة بنا في حياتنا في رمضان تحديد. أيوة. أن يكون لي نصيب في كرتونة رمضان، حتى أنا بشوف بعرف بعض الأسر اللي هم يعني بيخدم الكراتين ديت. أيوة. وبينتفعوا بيها، ربنا رب يبارك للجميع في حياتهم، هم نفسهم بيطلعوا كمان. مفيش حد بيحب يجي عليه شهر رمضان من غير ما يكون لي نصيب في لقمة هتتحط على صفرة حد أو على طبلية حد، غير لما يكون لي أجر فيها. في ناس هي دي التجارة بتاعتهم مع ربنا. الموسم ده موسم تجارة حقيقي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هي دي التجارة مع ربنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بذل المال هو تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. والموسم ده تحديدا هو موسم التجارة، انك انت بتاخد اجر افطار صائم، بتدخل السرور
على أسرة، مش على شخص واحد بقى، على أسرة بتجمع ناس على اللقمة بيبقوا شايلين همها فعلا يا أستاذ. الناس بتبقى شايلة هم اللقمة، يعني إحنا مش غربة عن بعض وعارفين أحوال بعض وظروف بعض، وممكن يكون الواحد فينا بيجي عليه وقت من الأوقات ممكن يكون مشكلته مش في لقمة لكن مشكلته في حاجة تانية، فكل واحد بقدر احتياجه. وزي ما في ناس عندها قدر احتياجها إن أنت توفر له بس طاقة يأكلها أو كام يوم بتريحه من مسألة الأكل، أنت كمان عندك احتياج أعظم من ربنا سبحانه وتعالى. أنت عايز مالك اللي عندك دوت ربنا يبارك لك فيه، عايز تجارتك اللي أنت شغال فيها ربنا سبحانه وتعالى ينميها لك ويبارك لك فيها، عايز حياتك تمشي بشكل كويس، عايز رضا ربنا سبحانه وتعالى، أنت بتبذل دنيا هو بيبذل ليك آخر، فالمفارقة كبيرة جدا. فحرصنا وحرص مؤسسة نبض الحياة على أنها تشارك في هذا العمل، وكل مرة بيكون لنا هدف ويكون لنا مستهدف أكبر، ده بفضل المتبرعين اللي بيكونوا معانا، لأن قائمة المتبرعين اللي معانا الحمد لله كل يوم بتزداد، وكل يوم بيضاف لنا اسم جديد من المتبرعين بيكون داعم لنا وبيكون مقوي لنا وبيخلينا نطمح في أن احنا نزود. يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى زي ما المرسى عبد العزيز تفضل وقال 5000 بإذن الله تعالى في خلال شهر رمضان إن شاء الله. 50,000 أيوة. معذرتك، 50,000 كرتونة مستهدفة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإن كان يبدو إن إحنا إن شاء الله نعمل أكتر من كده، ولكن إحنا يعني ده الحد الأدنى إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا رب يبقى 500,000 يا رب. وإحنا بإذن الله تعالى يعني البوادر بدأت بشكل كويس جدا معانا ما شاء الله، ناس بتكلمنا دلوقتي وفي الوجبات حتى الساخنة كمان غير الكراتين، فما شاء الله في رمضان كمان هيبقى مع الكراتين وجبات كمان ساخنة؟ أيوة إن شاء الله ده أكبر. ده الإفطار اليومي ده أساس، الله أكبر، المائدة اليومية إن شاء الله الموجودة والمطبخ اليومي في رمضان ده أساسي، وإحنا شغالين فيه من قبل كده يعني مش جديد علينا. أنا بس كنت فاكرة أنه هتوقف يعني في رمضان. لا لا لا، ونكتفي بال ده موجود، ده موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. وحرصنا إن إحنا كمان نوسع رقعة وصولنا. احنا دلوقتي في على مدار عام كامل نزلنا اماكن ما كناش نزلناها قبل كده، فبالتالي بقى عندنا قاعده بيانات اكبر من اهالينا المحتاجين، والقرى بدانا نعرف قرى ما كناش نعرفها قبل كده فعدد المستفيدين فيها معانا بيزيد، بدانا نعرف عزب ما كناش نعرفها، نزلنا مراكز ومحافظات بقى لينا فيها اعمال، المكان اللي لينا فيه محطات تنقيه بقينا نعرف الاهالي المحيطين والاهالي واحتياجهم. النهارده اذا كنا احنا في الايام العاديه يعني الحمد لله سنينا سنه طيبه جدا، لما بيتيسر لنا ان احنا واحنا بنفتتح محطه نعمل معاها جنبها اطعام، فاحنا خلاص بقينا عارفين الحالات اللي موجوده هناك واحتياجها، فبالتالي ان احنا استهدفنا الميزه في شعب مصر انه وقت الشده بذله بيكون اكتر، سبحان الله. ما ده طبيعي ليه؟ لأن إحنا معتقدنا السليم بيقول إن الشدة ما يفرجهاش غير إنك أنت تلتمس من عند ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي جه في القرآن الكريم. والآية ديت لما تقعد تقرأها كده تستغرب، وأنا بحب الآية دي قوي قوي وباخدها قاعدة في أمور كتيرة جدا في حياتي. كل ما تيجي شدة فرجها بالبذل، كل ما تيجي شدة فرجها بالبذل، وده اللي بيقوله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، الدنيا ما بقتش ماشيه زي الاول، الدخل بتاعك قل، احتياجك زاد، المخرجات بتاعتك زادت، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. دي معادله احنا بنقول كده، احنا هي معادله كده، ايوه، فلينفق مما اتاه الله، حتى وان كان اللي اتاه الله سبحانه وتعالى ده بسيط. حتى لو كان ربنا اتاه لك ده بسيط، يعني احنا بنقول العدد الكراتين اللي احنا مستهدفينه ممكن يستعظمه بعض المشاهدين يقول طب انا هروح فين في العدد ده؟ لا، ما انت ممكن يكون ليك حتى ولو مساهمه في كرتون، ما تعرفش هتروح اني محافظه ولا مين الحياه يكون منها يتامى ولا تدخل على ولا ست كبيره ولا على مساكين ولا على، ما هتدخل على مين؟ هتدخل على اسره فيها كم واحد صايم، فهتاخد اجر افطار كم صايم يا رب. والحسابات بتاعتنا احنا بـ بـ بالمشاهد بالنظر، انا بحسبها باللي بشوف بلمسه بايدي، بلمسه بايدي او بشوفه بعيني، لكن الحسابات عند ربنا سبحانه وتعالى مختلفه تماما. والبذل كمان مش لازم يكون في مشقه بذل، يعني انت لما مؤسسات المجتمع المدني بتيسر لك الوصول ده فانت مش هتبذل جهد في انك انت توصل للاهالي اللي محتاجين، لا انت مطلوب منك ان انت تعمل كشف بحث لان دوت اصلا بيكون معمول بالفعل وفي مكان الحمد لله، يعني اظن اللي بيشوفونا دلوقتي عندهم ثقه فينا، فاحنا عندنا الابحاث موجوده، عندنا قاعده البيانات كامله بالاماكن كلها،
فده اصلا بييسر علينا الوصول، وبالتالي ميسر عليك انت كمتبرع يعني كمنفق، وهقول كمستثمر، وانا الكلمه ديت حابب ان انا اقولها كمستثمر، انت فعلا استثمار حقيقي. انا والله بلاقي اثر ده في حياتي، والله ما فيش حد. يا مولانا ربنا مش محتاج لنا، وربنا قادر انه يطعم هؤلاء الناس، لكن احنا اللي محتاجين ربنا ومحتاجين الناس الافاضل دول علشان نتشعلق كده فيهم ونروح الجنه. فيعني ما ينفعش ابقى قاعده بفطر وفي غيري معلقه الرز دي هتسعده يعني، وانتوا افاضل وكرام ومؤسسه نبض الحياه الحقيقه بقى في ثقه بينكم وبينها بالبرهان وبالمشاهدات وبالتقارير المتغيره تقريبا يوميا وانجازات يعني تفرح الحقيقه. فانا باكد على حضراتكم 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه. استاذ حضرتك نشوف التقرير اللي جاي ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. نبض الحياه قدرت بفضل الله انها تحقق الفرحه لاهالينا في 7 قرى بمركز ابو المطامير. كل اللي ساهم معانا في حمله وصلات المياه بمركز ابو المطامير فاز بدعوه صادقه من القلب من اهالينا الاشد احتياجا. الاماكن هنا بتقول وبتنقل لحضراتكم احتياج اخواتنا واهلنا في المناطق البسيطه وفي الظروف وفي احوال الناس الاولى بالرعايه. ربنا يبارك في حضراتكم وفي جهودكم. يمكن وصلات المياه هنا بتحيي قلوب الناس هنا. ما بتيجي تنزل على ارض الواقع وتشوف الناس دول محتاجين ايه، تلاقي حاجاتهم كتير جدا ومتطلباتهم ممكن تفوق اللي بيدور في ذهنك، من تسقيب بيت، اجهزه منزليه، امور كتيره جدا، لكن طلبهم بيكون وحيد الا وهو وصله عداد مياه. بمساهمتك هنقدر نلبي احتياج اهالينا المنتظرين وصلة مية عشان نرفع عنهم المعاناة. اغلب الناس هنا ارزقية بالبلد بتاعنا على باب الله، يعني بيعيش اليوم بيومه، اجرته بتقضي اليوم بتاعه. كل اللي على حضرتك دلوقتي انك تتصل على 15740 وتقول يا ترى مؤسسة نبض الحياة فين انجازاتها في المحافظة الجاية. انا محمد ربيع عبدو من قرية 21، تمام، وحاليا قاعد في البيت ده، وانا شغال على الله يعني فلاح عادي، وعندي اولاد، عندي طفل صغير عنده زي 3 سنين تعبان شويه، تمام، وحالة ربنا يعلم بيها، وشايف السقف اهوت بيسقط ميه عليا من فوق، واتمنى من اهل الخير اللي هم يساعدونا. عايز السقف في البيت بتبقى شتا زي بره زي جوه عليا، وعايز فرشه، ما عنديش فرشه ولا بطاطين ولا اي ولا مراتب ولا حاجه، بننام على دايره مراتب خيرك، بننام علينا وعيالي، ومفيش اي حاجه على السقف. بمساهمتك هنقدر نلبي احتياج أهالينا المنتظرين وندخل السرور والسعادة على أهالينا المستحقين. ما شاء الله ما شاء الله. أنا يعني وأنا لليا يعني الحمد لله أنا عندي مياه في بيتنا، مجرد ما بشوف الماسوره الخضراء دي الممدوده كده على على يعني جدار، على جدار بيت قديم كده والعداد، اقسم بالله انا بحس ان لان انا عارفه ست البيت اللي جوه البيت ده اللي الميه يعني روح وحياه البيت، احساسها ايه وهي بتفتح الحنفيه تعمل لقمه، تعمل شويه شاي، بدل ما تروح تشيل على كتفها، وقد تكون ست كبيره 70-80 سنه. فأنا فرحانة، ربنا يفرح قلوب كل واحد، يا رب يسعد قلبك، كل واحد كان ليه نصيب وعمل وصلة مية لأي بيت من بيوت إخواتنا المحتاجين دول. يا رب أمين يا رب العالمين. شوفي إحنا قاعدين زي اللي داخل جوه بستان وبياخد إيه يعني بياخد زهرة من البستان ده بأشكالها المتنوعة وروائحها المختلفة الجميلة واللي تسر الناظرين. احنا عمالين ننتقل من عمل خير لعمل خير، ومن مكان لمكان، ومن طبيعة احتياج لطبيعة احتياج، وده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا، ان ربنا ينوع علينا طرق الخير بأشكالها المختلفة، ويخلي في قلب كل واحد فينا ميل لطبيعة عمل معين. يعني انا مثلا في زمايلي حواليا اللي اعرفهم كل واحد بيحب نوع من انواع نوع معين من الصدقة، هو بيلاقي قلبه فيه، بيلاقي راحته النفسية فيه. زي وصلات المية ده يعني أخونا الدكتور مصطفى العكريشي ربنا يحفظه، هو بيحب وصلات المية، وحضرتك بتحب المساجد، هو بيحب الملف. أيوة. ده بيحب الملف ده قوي، ومولانا الشيخ محمد رضا بيحب افتتاح المحطات المية. فكل سبحان واحد سبحان الله، سبحان الله بيلاقي قلبه في مكان معين.
احنا بقى معانا والاستاذ الشيخ ممدوح بيحب ابار مطروح جدا. أيوة سبحان الله. والشيخ احمد دسوقي برضو ما شاء الله ده يعني بيحب كل حاجه فيها خير لصالح اي حد محتاج. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين ان ربنا سبحانه وتعالى وسع لينا دايره عمل الخير اولا عشان المحتاجين، لان لو ربنا سبحانه وتعالى اختزل لنا عمل الخير في جزئيه معينه، طب اللي محتاج وصله ميه، ما لو كلنا حبينا الكراتين بس، طب اللي محتاج وصله الميه، طب لو كلنا حبينا وصلات الميه اللي محتاج ياكل، طب لو كلنا حبينا المساجد، طيب اللي محتاج بير، اللي محتاج تجميع. بير ميه، طب لو كلنا حبينا الابار، طيب اللي محتاج يسقف بيته. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل في كل عمل من اعمال الخير خصوصيه مش موجوده في التاني عشان تطمع. عارفه لما تلاقي الشركات المصنعه مثلا للسيارات او الموبايلات، فتلاقيها في كل اصدار ممكن تعمل كذا حاجه، كذا اصدار يعني كذا نوع. أيوة. مثلا نوع الموبايل مثلا 1 و2 و3. ايوه. فكل حاجه فيها ميزه مش في التاني. فانت عاوز تجمع كل دول بس مش تاخدهم مع بعض، فتبقى حريص على ده وعلى ده وعلى ده. لكن احنا ما نعرفش نعمل ده في حاجات الدنيا، ما نعرفش اشتري مثلا الثلاث موبايلات دول عشان خاطر انا عايز من ده خاصيه ومن ده خاصيه ومن ده خاصيه. لكن في عمل الخير اقدر اشارك في كل ده، لان ربنا سبحانه وتعالى ما اشترطش عليك ان المساهمه تكون بانك انت تعمل العمل كامل لوحدك. ايوه. فانا الاقي ان سقيا الماء لها فضل كبير جدا، واطعام الطعام ليه فضل كبير جدا، وفي سقيا الماء ليه فضل خاص جدا انه بيشفع لصاحبه، والنبي عليه الصلاه والسلام يوصي بيه وصيه خاصه، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعل ان من نعيم اهل الجنه وجود الميه المتوفره العذبه السهله الجاريه الميسوره، فمن نعيم اهل الجنه. فتروح جاري تبص على موضوع صلاه الميه، وزي ما احنا طبيعتنا كده برضو المتبرعين اللي معانا في مؤسسه نبض الحياه هواهم كده، فبتلاقي حد هو بيحب موضوع العدادات وصلات الميه، يسال يقول هتروحوا اني قريه، هتروحوا اني محافظه، طب شوفوا لي قريه كده اعملها باكملها. احنا في قرى بنعلن عنها بتلاقي حد متبرع جه يشيلها القريه باكملها، خلاص انا المحتاجين كلهم انا بعملها، فما بنعلنش عنها ما بنقولهاش، لانه خلاص قال ما تعلنوش عنها عشان انا عايز اشيلها لوحدي، عايز الثواب كله بتاعنا. فهو قلبه ده، هو لقى قلبه في الحته دي. فكل واحد بيشوفنا دلوقتي، انت لقيت قلبك فيه؟ يا ترى قلبك يعني بتشعر بانه هو بينبض بالحاله الايمانيه، بالراحه النفسيه، تشعر ان ربنا تقبل منك؟ مولانا تبقى اشاره من ربنا ليه، يعني هو ربنا اللي يبقى ريد له. أيوة. يتصدق في الحته دي، فطوع نفسك على طول في الخير، ما توقفش. وممكن تلاقي حد هواه في كل ده، وتلاقي حد تاني يقول لك طب ما انا اشارك في كل دول، وخصوصا ان زي ما احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل حد ادنى ولا حد اقصى. يعني الله سبحانه وتعالى يقبل القليل ويكثره. الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك. وباكد على حضراتكم 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه بسعر الدقيقه العاديه. انا بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتنا وانستنا. للاسف الفقره دي خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم. الفقرة دي فقرة بتدي الأمل وبتدي كده يعني طاقة حلوة لأي مريض بيعاني من أمراض خاصة بخشونة المفاصل، الركبتين، التهاب الأعصاب، التهاب العضلات. والحقيقة أنا ببقى ممتنة جدا للدكتور الفاضل اللي بيشرفني، لأني عارفة قد إيه هو مشغول، لكن ما بيتأخرش علينا بصراحة، وكل ما بيجي بيقول لنا على عروض كمان أجمل وأجمل، وفي عروض حلوه قوي قوي. ركزوا معايا في الفقره دي، لان ان شاء الله على دخله رمضان الخير بيزيد، والحقيقه هم برضو زودوا الخير جدا جدا، وفي عروض قويه جدا 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 هتعجب حضراتكم. بيشرفني دكتور سامي قنديل، استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب، وايام طيبه كده وايام خير. الله يكرمك. وحضراتكم ما بتبخلوش علينا بالخير، بس انا هنشوق الناس شوية كده مع العروض العظيمة اللي حصلة وحضرتك عملتها، في عروض تانية كمان جديدة، إضافات جديدة إن شاء الله. خشونة الركبتين والمفاصل، والحقيقة ابتدى مش بس نعاني منها كسن كبير، لا كمان في شباب صغير ابتدى يعاني منها. إيه بقى؟ هنعمل إيه؟ هو الحمد لله دايما أقول أن الخشونة الركبتين بالذات ليست مرض، أنا دايما أقول أنها عرض.
عرض عن تصرفات حياتنا اليوميه الكتير، عن احنا استهلكنا ركبنا كتير قوي اثناء فتره الشباب واثناء فتره المجهود العالي، وده الطبيعي. يعني انا اسف في الكلمه، اللي بيتعب في اول حياته وبيعمل مجهود كبير وبيجتهد في دراسات بعد كده، لان الزمن له ايام وله تغيرات، علشان في سن مش مجهود القوي، في سن الانسان بيبقى محتاج الراحه شويه، يبقى يلاقي المجهود اللي عمله. هي كذلك الركبه طبعا احنا بنبقى عاملين مجهود كبير، حياتنا اليوميه بنشتغل اكتر من مره، اكتر من وظيفه في اليوم، بتتاثر. ودايما في فتره الشباب بيحصل هدم لاي خلايا في الجسم بتعاد بناها تاني، والغضروف من اكتر الحاجات اللي هو شايل الركبه شايله الجسم كله، فبيحصل هدم ويتبني. المعادله دي شغاله على طول فتره شبابنا. انما في انواع معينه من الوظائف بتتطلب المهندسين المدنيين اللي هم في مواقع العمل، اللي في شركات البترول، اللي في واقف كاشير في مكان معين، الوقفه بتبقى ممكن بالـ 10 ساعات. موظفين البنوك اللي قاعدين كتير جدا على الكمبيوتر وغصب عنه ممكن يلاقي 6-7 ساعات قاعد ما بيحركش رجليه وما بيحركش ظهره. الطبيب او الجراح اللي واقف في اوضه العمليات ب 3-4 ساعات و5 ساعات مش هينفع يسيب العمليه ويسيب المريض ويطلع يستريح شويه ويرجع ويطلع. لا طبعًا. يعني في وظائف بتحتتم ان احنا وقفات طويله جدا، ولكن الحمد لله رب العالمين لما بتبان هذه الاعراض بعد كده على هيئه خشونه وعلى هيئه وجع، احنا الحمد لله رب العالمين معانا الطرق، وبقت الدنيا اسهل، والتكنولوجي كل يوم فيه جديد. وزي ما كنا بنتابع مع حضرتك ان البلازما هي السائل السحري اللي في جسمنا ربنا خلقه فينا، اصبح له فوائد كتير جدا. البي ار بي او البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بتدينا بناء من اول وجديد للخشونه. درجات الخشونه حتى اذا كانت درجه كبيره جدا فبيبقى فيه تاثير، يختلف الدرجه الكبيره من الخشونه في طريقه البناء وطريقه اعاده وظائف الركبه كويس جدا، انما كانت درجه اولى اسرع، الدرجه الثانيه بتبدا تتاثر، درجه رابعه بتاخد مننا وقت. عشان كده دايما نقول للمريض انت ممكن الكورس بتاعك يبقى عباره عن من 4-6 جلسات. اتمنى من الله سبحانه وتعالى، ودايما اقولها له كده، انه يبقوا 4 يبقوا 3 يبقوا 2 تتحسن على الاولى. كمان بقول له دايما، والنقطه دي مهمه جدا، ان نص العلاج في ايديك. انا المريض والحمد لله عمين كنت قلت لحضرتك، والحمد لله الحمد لله الحمد لله التجربه ناجحه جدا، لما قلت لحضرتك احنا هيبقى معانا استشاري امراض البطنه والضغط والسكر. دي من الحاجات هل لسه لحد دلوقتي بدانا والحمد لله رب العالمين. الخدمه زي ما قلت لحضرتك المريض ملوش علاقه بيها، الخدمه دي مننا معموله مننا احنا، خدمه للمريض ما بكلفوش اي حاجه. هو جه كشف عندنا بيدخل ما بيدفعش الدكتور تاني كشف للبطنة او لاي حاجة اخرى، يدخل يعمل التشيك الكامل تشوف. ودي كانت بتخلينا انا كمان ابقى موجود في المجهود، ولكن الحمد لله بدأ مركز اكتر. المريض بقى جاي عارف ضغطه ازاي وقايس السكر وقايس الضغط، والدكتورة شافت وظائفه كلها وشافت لا قدر في اي حاجة في البول. الخدمة دي ساعدتني كتير، لان المريض بدأ يفهم ان ده اجراء مهم مش في وسط كلامي كده، مع العلم ان انا بركز عليه واقول له وزنك قد ايه، بتاخد علاج للضغط او السكر، عندنا الشيت بنكتبه ونملى فيه البيانات ووزنك. دي ادت يعني الحمد لله دي سعادتنا جدا، ودي خدمه الحمد لله مننا للمريض مش بنكلفه اي والله حاجه. احنا الحمد لله ان حضراتكم موجودين والله بجد، لان انتوا يعني هدفكم راحه المريض وهدفكم مساعده الناس في الايام الصعبه دي. المريض هو جاي ببقى طالبين منه تحاليل، وتحليل بول، تحليل معدل التهابات، تحليل لا قدر الله عنده نقرس، لا قدر الله عنده روماتويد، بنقول له اعمل اخر سكر تراكمي، عشان احنا مقتنعين تماما، وده الطب اللي بيقول كده، المريض بيتاخد باكج على بعضه. طب مش انا الناس متشوقه دلوقتي، الناس انا قلت لهم في اول الحلقه يعني بالاضافه للعروض العظيمه اللي انتوا عاملينها ولسه حضرتك قايل جزء منها دلوقتي، ان كمان انت بتوفر له اطباء بطنه بلا مقابل، بيساعدوك كمان في رحلة العلاج بتاعة المريض من غير ما يدفع أي مليم. في بقى عرض جديد مخصوص لشهر رمضان وده عرض الحقيقة يعني أنا مش عارفة يعني شكرا يعني كلمة شكرا أنتوا مش مستنيينها، بس والله العظيم في ظل هذه الظروف إحساسكم بالناس وإحساسكم بالمرضى ورغبة منكم في أن أنتوا توفروا على قد ما تقدروا كامل التكاليف، بالعكس تحسنوا كمان من طرق العلاج من غير ما تضيفوا أعباء مادية زيادة مع إنها فيها تكلفة زيادة، فده معناه إن فعلا أنتوا ما بتكسبوش حاجة خالص. هو الحمد لله العرض بقى إيه؟ الحمد لله رب العالمين، هو دايما وتعودناهم إن إحنا صغيرين جدا شهر رمضان من شهر الخير، وصدقيني الخير بيجي لأي حد اللي معاه واللي ما معهوش، أستغفر الله العظيم يا رب، الكويس والوحش تلاقي فيه
خير كده جاي له وتلاقي فيه هدايه كده وحاجه كويسه جدا. احنا الحمد لله رب العالمين يعني ببروتوكول. واشكر جدا مجلس الاداره اللي معانا والشركاء اللي معانا ان احنا اتفقنا مع شركه مسؤوله كبيره عن انتاج الماده الهيالورونيك اسيد ان هي تدينا الماده الهيالورونيك بسعر نقدر احنا نتحمله. تتحملوه ان شاء الله؟ تقدروا انتوا تتحملوه؟ اه طبعا. لان انا يعني انا بقول لحضرتك ان شاء الله. لا ثانيه واحده، تتحمله يعني يعني ايه؟ يعني المريض مش هيدفع حتى جزء منه؟ لا خالص، ان شاء الله احنا هنبقى دافعين ثمنه كامل للمريض. عشان كده احنا كان عروضنا الاول لسنه 23 و24 ان احنا بنعمل المريض الجلسه الاولى بيعمل الثانيه مجانا، الثالثه عليه، الرابعه عليه، عليه بتخفيض. ده الجديد صح؟ يعني كانت 23 عليه، 24 بقت زادت ان هي بقت عليه بتخفيض. ايوه. وكانت الرابعه مجانا. احنا ان شاء الله ابتداء من شهر مارس اللي هو هيبقى يعني رمضان دخل خلاص ان شاء الله، فابتداء من شهر مارس في خلال كام يوم يعني هنعمل الجلسه الاولى اللي المريض بيدفعها، هحط له الهيالورونيك اسيد اللي هي بنقول عليها الزيت او الماده الجيلاتينيه دي مجانا تماما، مش هيدفع ثمنها خالص. يعني مش هدفع ثمن الماده الجيلاتينيه؟ ان شاء الله هدفع بس حق الجلسه الاولى، وانت هتضيف لي ماده جيلاتينيه بلا مقابل. بلا مقابل، انا هتحمل ثمنها كامله. طب ده بالنسبه للجداد بقى. طب المشكله قبل القدام بقى. المريض ده نفسه هيجي يعمل الجلسه الثانيه ان شاء الله مجانا. هيجي يعمل الجلسه الثانيه مجانا متفقين عليها زي ما احنا، بالاضافه للماده الجيلاتينيه برضو مجانا. يعني احنا اول جلسه كنا الاول كنا بنعمل البي ار بي، بي ار بي بيدفعها. ويجي الجلسه الثانيه بي ار بي ثاني ما بيدفعهاش. كان بيجي الثالثه يعمل بي ار بي بتخفيض والرابعه والرابعه مجانا. احنا زودنا مع الجلسه الاولى هيالورونيك اسيد مجانا تمام، وهتنيها البي ار بي زي ما هي مجانا تمام، الثالثه هتبقى بي ار بي مجانا زي ما هي، الثالثه بتخفيض والرابعه مجانا. الناس اللي قدام او الناس اللي معانا قبل كده دول بقى انا في الجلسه الثالثه هيكون عمل جلسه او اثنين. يعني الناس اللي معانا عمل واحده عمل الثانيه، هحط له في الجلسه الثالثه الماده الهيالورونيك اسيد مجانا برضو مجانا. يعني الفايده دي مش بس للجداد، لا كمان للناس القدام اللي لسه مستمرين في الجلسات. حقه علينا، لان احنا ما دام الحمد لله رامي توصلنا والحمد لله احنا مضينا عقد. وطبعا يعني التفاصيل الصغيره دي ما بحبش حد يعمل، انا الشركه دي ما تمضي معايا عقد بتاخد مني مبالغ كبيره أكيد. انما انا مضيت عقد انها يبقى عندي توفر لي الكميات اللي تخدم كل الناس على مستوى مصر، لان هي مش في القاهره بس، انا هتبقى في كل محافظات مصر، كل زياره معاها الماده الجيلاتينيه المجانا. تمام جدا. في اي محافظه؟ وصدقيني انا يعني من خلالك ومن خلال كل حاجه انا اشكر الاطباء اللي بيشتغلوا معايا، لان دول عاملين مجهود غير عادي بامانه. صدقيني الناس دي بتشتغل، ممكن زي ما قلت لحضرتك بيبقى عنده مثلا 50 مريض، ربنا يبارك ويزيد ويمنع المرض عن الناس، ولكن الناس اللي محتاج بيشتغل بيبقى بنسبه 100% شغال نص الحالات. والله فري. شكرا لحضرتك. فيعني الناس دي عامله مجهود معايا وانا بشكرهم. كل الاطباء في كل محافظات بلدنا يعني اللي فيها المركز. واسمح لي نشوف تقرير. نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور سامي. انا كانت يعني عندي خشونه في المفصل قدمي، وكان تعبني حقيقي، يعني كان بيتعبني في كل الاحيان، وطبعا عايش على المسكنات والحاجات المعروفه والكريمات والدهانات والى اخره، الى ان علمت من اخويا وصديقي وحبيبي نجم العالم العربي امير الطرب اخويا وصديقي هاني شاكر، عرفت انه هو جه للدكتور سامي وتم علاجه بطريقه عظيمه جدا، وهو نفسه اعلن ده انه هو لم يحس بشيء ولم يضر بشيء، بل بالعكس بقى يشكر الدكتور سامي الى اقصى درجه. فده طبعا اللي خلاني لجأت للدكتور سامي. وحقيقي من اول مره تم لقائي بالدكتور سامي استقباله الجميل واستقباله العظيم للمريض خففني، حسيت ان انا بتعامل مع صديقي، بتعامل مع انسان بالنسبه لي اخ وحبيب وصديق، مش طبيب هيعالجني. يعني حسيت اني خفيت، واستقبلني استقبال عظيم جدا، وابتدى فعلا يجري كل الاجراءات الطبيه اللازمه، ومن اول جلسه حسيت بتحسن، اللهم لك الحمد والشكر، وحسيت باني يعني لا غير الاول خالص. يعني تاني جلسه بقى طبعا برضو نفس الشيء. عايز اقول حاجه، يعني مش مساله الجلسه ولا استقبال الدكتور سامي لمريضه، دي حاجه حاله فريده من نوعها. والنهارده انا بعمل الجلسه الثالثه، و
حاسس ان انا مش محتاجها يعني، بس انما الكورس بتاع الدكتور سامي قلت لازم اكمله، انما هو رجل اصلح الله يعني حاله وربنا يصلح ما بيده وما يقوم به من انسانيات وخدمات وعلاج وحاجات كتير قوي عايز اقولها، بيعجز لساني عن شرحي عن الدكتور سامي قنديل. ربنا يوفقه ويكرمه يا رب. ربنا يحبب فيك خلقه، والله يا دكتور ربنا يحبب فيك خلقه بغض النظر عن المشهورين او الناس العاديه البسيطه اللي بتدعي لك من قلبها، وانا اشهد بده. كلمني عن رحله علاج بقى يعني الاستاذ محمد عشوب، استاذنا الكبير العظيم اللي مشرفنا في العالم كله، اكبر خبير تجميل في السينما المصريه. يعني هو انا دايما بتفاجئ بتليفونات والدته، برضه بيكلمني على التليفون وكذا كذا، فطبعا يعني انا عارفه من زمان وعارف تاريخه، وان الراجل يعني ما شاء الله بيتعامل مع زعماء قبل ما يتعامل أيوة. في السينما. فقلت له برضه، قال لي ان الاستاذ هاني شاكر هو اللي اداني تليفونك، وانا عرفت ان هو اتحسن والدنيا كويسه، والراجل بشوف بروح حفلات وكده، فقلت له شرفني وكده. فهو لما جه انا برضه ما لقيتش الحمد لله رب العالمين عنده الخشونه اللي تخوف، او ان هو حد يقدر يقول له اعمل مفصل. الحمد لله هو بعيد عن هزيمه، ولكن في الوجع، في الخشونه اللي بتضايق، اللي ممكن تخليني ابدا اتاثر في وظيفتي. وبعدين هو شغله دايما بيبقى فيه وقفات، وبرضه هو واقف، هو بيشتغل لاي مكياج، وبعدين بساعات يعني بيعمل مكياج. هو عمل للاستاذ احمد زكي مكياج مثلا السادات، ومكياج عبد الناصر، يعني فكان فعلا يقال انه بيقف 3 ساعات يعمل مكياج. وبعدين هو زي ما قال كده وبيكلمني، وبيشتغل في حته حساسه قوي، وش الانسان ده حاجه مهمه جدا. فهو قلت له لا، انت القصه ابسط ان انت تبقى يعني قلقان من فكره ان الخشونه دي حاجه مزعجه. الخشونه الحمد لله رب العالمين اصبح لها علاج. وقلت له نبدا اول جلسه بامانه الحمد لله رب العالمين، يعني كلمني يمكن تاني يوم او تالت يوم، هو ما شاء الله بيبعت لي واتساب كتير جدا، يقول لي لا انا حاسس بفرق كويس جدا، وده بيسعدني. انا من المريض يحس بالراحه، يحس بالفرق. يعني لسه امبارح جاي لي رساله الصبح ان انجلش، يعني واحده اجنبيه بس جذورها كده في مصر، كاتبه لي بقى يعني ثانك يو تو ماتش تو ماتش، الحمد لله الحاجات دي بتسعدني. المريض لما يحس براحه وبتحس ده حاجه كويسه جدا جدا. علشان كده احنا بنقول ان خشونه الركبتين مش مرض، انا بقول عليها عرض عن تفاصيل حياه، عن في ناس جدا بيبقى عنده شويه مشاكل في البول والتهابات عاليه وعامله التهابات في ركبه، فممكن اديله علاج يبدا يستريح. يعني انا لازم ابدا مع المريض نشوف هو ايه المشكله اللي عنده. عشان كده حضرتك اصريت ان يبقى في كل المراكز اطباء باطنه يساعدوك برضو. فلما بيبقى ان هو في شويه التهابات او ان الالتهابات دي عامله الخشونه، فبنعالج الالتهابات ونبدا جلسات البلازما. البلازما والبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه البي ار بي اصبحت بتتطور كل يوم عن التاني، في انابيب احدث، في اجهزه بتتغير. الماده الجيلاتينيه اللي كانت زمان يقول المريض تعالى كل اسبوع احقن، لا الدنيا اختلفت تماما. انا ممكن بالنظام الجديد والماده الجيلاتينيه اللي اتعملت بنظام الذكاء الاصطناعي ممكن يحقنها مره واحده خلال سنه او سنه ونص او سنتين. الشركات بتقول وبتكبر شويه لانهم عايزين برضو يبقوا مسيطرين على السوق شويه، ولكن انا ما باخدش قوي بكلام الشركات. لما يقول لي لا ده لعيبه الكوره بتحقنها واخدين مني 30 قبل مش عارف ماتش ايه، انا ببقى ماشي واخد منه المعلومه دي وممكن اقولها للمريض، ولكن اقول له الشركه ممكن تقول سنه ونص سنتين، بس احنا خلينا نفترض ان هي تقعد سنه. انا لما المريض يعمل كورس بلازما ونبني الغضروف اللي تاكل ده او الغضاريف اللي حصل فيها قطع او اي التهابات جوه الركبه، كل ده اختفى والوجع اختفى، وبدانا نحافظ على الموضوع ده وحطينا ماده جيلاتينيه بتساعده على عدم الاحتكاك، المريض استعاد نشاطه. يعني كتير جدا كان يقول لك خلاص قاعد ومتضايق، ياما شفت الناس بيجي عشان مامته حانت وتحسنت او خليتها حانت. كنت لسه هسأل حضرتك دلوقتي، هل لازم استنى لما المساله تبقى الغضاريف اتاكلت تماما وانا قاعد في وضع الناس بتشني وتحطني علشان يعني اتعالج، ولا كل مكان بدري؟ واحنا اصل كمصريين في السنان بنعمل كده، في اي مرض بنستنى لما تبقى المساله باظت. تنصح ايه الناس؟ انصح يعني انا ما اتمناش لحد ابدا انه يجي له خشون او يبقى مريض ولا اي حاجه، ربنا يشفي الجميع ويمن علينا بالصحه كلنا. ولكن دايما بقول انت لو جيت في خشونه درجه رابعه هتاخد مني مجهود ومن نفسك مجهود، وهنعمل الكورس اللي هو ممكن يوصل لست جلسات. وعلشان كده احنا الحمد لله بنقول ان الجلسات حوالي
اقل من 50% بالكورسات واللي احنا بنقوله ده مدفوعه. ليه؟ لان المريض هياخد كورس، فاحنا بنساعده وربنا بيشفي الجميع ان شاء الله. انما اتمنى هو لو ربنا يعني اختبره، بلاش الابتلاء ده، لان الخشونه مش مرض وحش والعياذ بالله، اختبره بخشونه لو جه في الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه احسن، النتائج هايله وسريعه. هي دي هي دي البي ار بي. دكتور محمد زملائنا الجراحين وهو بيقول يا فندم قال لك انا دي تالت جلسه وانا حاسس ان انا مش محتاج لها، بس في كورس دكتور اصر عليه. حتى زملائنا الجراحين جراحين العظام يقول للمريض جلسه الاولى والثانيه، اللي هم مش بيشتغلوا الحكايه دي، او يقول لك اعمل مفصل على طول، وده مش عيب فيه او غلط فيه، ولكن هو ده راجل جراح فكلامه في المشرط. هم نفسهم لما تاخد رايهم الشخصي بينك وبينه يقول لك قدام عينيا الجلسه الثانيه الخشونه الاولى والثانيه بتتحسن جدا. الله طب حلو. انما بقى هل انا هسيب واحد عنده جلسه عنده خشونه درجه ثالثه وما ادلوش الفرصة؟ لا ياخدها جدا. ده في ناس بيبقى انا نفسي مش متوقع التحسن، ولكن اتحسنت جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل الله. انا عايز اشوف بقى حالات من الحالات الطيبة دي اللي اتحسنت علشان ناخد ثقة. بعد اذن حضراتكم نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور. انا كنت الاول مش قادره امشي وكانت رجلي ورمة اصلا، من تالي الجلسة الحمد لله حسيت بتحسن وقمت بمشي وبتحرك. والله انا كنت تعبانة وجيت حقن أول مرة حسيت بارتياح، وثاني مرة برضو، والحمد لله والبركة في الدكتور سامي. أنا حجمت ظهري وركبي حجم البلازما ما شاء الله تبارك الله، علاج طبيعي من ربنا سبحانه وتعالى. أنا جبت النهاردة خالتي وأختي. من أول جلسة ربنا كرمني ومشيت على رجلي وخفيت، والله من أول جلسة. من أول ما جيت وحقن رجلي الدكتور سامي عندي أنا حسيت بتحسن كبير قوي. وأقسم بالله أنا جاية هنا شايلني، عندي قطع كلي في الغضروف الركبة اليمين، وبعد كده خدت 4 جلسات بصت إيده وأقسم بالله كمان مرة وقلت له أنت شافتني بأمر الله. أنا النهاردة عند الدكتور سامي جنديل عمل لي ملازمة وعمل لي حجم، اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. أنا بقالي 15 سنة قاعدة على الكرسي وبصلي وأنا قاعدة على الكرسي وباكل وأنا قاعدة على الكرسي، واللهم صل على النبي. مسافة ما خدت الحقنة مشيت زي الحصان أهو، أنا أهو أنا أهو. رجلي ده بتقطع وبتوجعني وما أقدرش أصلي وكده غير وأنا قاعدة. الحمد لله اتحقق، حالتي رجلي مرة ومرة تانية وبقيت كويس. أخذت 3 جلسات، أول جلسة طبعاً بلازما، والجلستين التانيين كان مرة بلايين مرة أكسجين. لا ما شاء الله من تاني جلسة بدأ يتحسن يبان أكتر. كنت داخلة هعمل عملية والحمد لله لما دي اتحقنت رحت. 2006 وأنا تعبان جداً من عدة انزلاقات غضروفية، فبصراحة جيت خدت جلسة حسيت بفرق والله العظيم بما يرضي الله، يعني لا يقل عن 75-80% بأمانة بما يرضي الله. أول ما خدت الحجم ده عند الدكتور سامي ربنا عاجل بالشفاء والحمد لله والله، ودكتور كويس. كنت بعاني صعوبة في المشي وفي الطلوع وفي النزول، عملوني أول حقن استرحت عليه جدا. أنا كنت تعبانة جدا جدا جدا، ركبي اللي بقدر أنام بألم وأقوم بألم وأمشي بألم، وفعلا لما خدت العلاج رجلي الشمال الحمد لله والشكر لله. أنا نفسي بقيت مش مصدق إن أنا بمشي، وده هيشجعني إن أنا أحن الركبة اليمين. عندي خشونة جيت وكشفتها والحمد لله، أخدت الحجن الأول وأخدت الحجن الثاني وكل مرة بتحسن. كنت بقدر أطلع خطوات السلم، حقنت ظهري وداري ارتاح الحمد لله. كان عندي خشونه في ركبتي وكنت كل ما اتحرك رجلي كانت بتتعبني وبتقطع كتير، عملت حقني دلوقتي 2 ودي المره الثالثه الحمد لله، بدا في شفاء الحمد لله احسن من اول كتير. انا كنت جايه تعبانه والله هنا قوي قوي قوي، وكنت جايه بكرسي، وبعدين الحمد لله حقنت اول مره احسن، ثاني مره كانت احسن خالص. انا عامله تثبيت فقرات 2، سمعت عن الدكتور سامي، دي رابع مرة أخذ الحقن ما شاء الله ما شاء الله. كان عندي تليف جامد حوالين العمود الفقري حوالين المسامير وبقيت مرتاحة والحمد لله. ألم في الظهر بسبب تأكل في الغضروف، والحمد لله بعد أول حقنة أنا استريحت بنسبة كبيرة جدا. كنت بشتكي من خشونة جامدة في ركبي، حاليا أنا خدت جرعتين هنا بلازما الحمد لله رب العالمين، وبعدين الحقن ما بيوجعش وفي منتهى السهولة. كنت أعاني من ألم في ركبتي والكتف، أنا الآن في أحسن حال بفضل من الله وبفضل دكتور سامي. يا دكتور ربنا أقول إيه، الناس بتدعي لك كلها، وأختي الفاضلة اللي قامت تتنطط
تقول انا بقالي 10 سنين قاعده يعني بالعافيه بتحرك، انا بقيت اهو حتى كانت بتصلي وهي قاعده. الفرحه دي يعني اقول ايه، ربنا يجازيك خير يا رب. طيب ممكن اعيد العرض تاني؟ لو يعني سمحت. هو انا بس يعني دايما بقول ان الحمد لله رب العالمين هو شهر الخير، والحمد لله ربنا ساعدنا الحمد لله رب العالمين احنا قبل الشراب حوالي اسبوعين ثلاثه ان احنا توصلنا ومعانا الكميات هتكلنا. احنا خدنا اول كميه اللي ان شاء الله هتكفي الشهر كله، ومتفقين ان شاء الله نزود الكميات عشان محافظات مصر كلها. ان احنا الجلسه الاولى اللي المريض كان بيدفعها في شهر رمضان هياخد معاها ماده جيلاتينيه مجانا. تمام. ويعني بعيدا عن اي تفاصيل الماده الجيلاتينيه ديت الشركات بتبيعها بارقام فلكيه، ولكن الحمد لله رب العالمين احنا توصلنا معاها لشركه معينه الاتفاق كويس جدا، واحنا المسؤولين عنها. يعني 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 المريض مش هيدفع تمنها مليم من تمنها. لا خالص. الجلسه الثانيه بتاعته البي ار بي مجانا تماما. تمام. فكده عمل اول جلستين عباره عن ان هو دفع بس ثمن البلازما وخد ماده جيلاتينيه ببلاش لان هي دي هبه من الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك. والثانيه برضو هبه من الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك. الثالثه بتخفيض. ايوه. والرابعه ان شاء الله لو احتاجها لا قدر الله وربنا يعافي الجميع هتبقى برضو ان شاء الله مجانا. ربنا يكرمك. زي ما كنا بنعمل كده، بل ان احنا في رمضان زودنا الماده الجيلاتينيه اللي هي بعض الناس بعض الناس ما كانتش بتقدر عليها. احنا هنعملها مجانا ان شاء الله. ان شاء الله. كمان يعني برضو الحمد لله رب العالمين الموضوع مرتبط بالناس اللي حانت قبل كده، يعني اللي كان معانا يعني مش بس الناس الجداد اللي هيستفيدوا بالعرض ده، لا الماده الجيلاتينيه المجانيه كمان القدام القدام اللي هم بداوا معانا الكورس قبل كده في الجلسه الثالثه هتبقى هو ميعاد ياخدها فيها ياخدها مجانا مع البلازما المخفضه. حلوه. كمان في الحمد لله رب العالمين شركه التردد، لان برضو اجهزه التردد احنا حاولنا نجيب جهاز لينا عشان نقدر نستفيد، لان علينا الاسعار في يعني حضرتك ما تتخيليش بقى الموضوع كبير جدا. فانا اتفقت مع شركه التردد ان المريض اللي احتاج تردد وعملنا له الجلسه الاولى والتحسن كويس جدا واحتاج نعمل السكند سيشن او الجلسه الثانيه عشان نبقى النتيجه كويسه قوي. الناس بتوع الشركه برضو متشكرين جدا ليهم الف مليون مره ان احنا نعملها الجلسه التردد الثانيه مجانا ان شاء الله لو المريض احتاج. وده التردد ده ممكن نحتاجه لا قدر الله في مشاكل الظهر في مشاكل الركبه حسب حضرتك تحدد او الساده الاطباء في المراكز المختلفه. الناس كمان لازم تفهم انا مش حاطط ماده جيلاتينيه للركبه بس، يعني لو افترض حد عنده خشونه في مفصل الكتف مع الجلسه الاولى هياخدها مجانا. لو حد في الرقبه فقرات الرقبه حد في مفصل الحوض هياخدها مع الجلسه الاولى هياخدها. لو جاي بكتفه مش بس للركب، لو جاي بكتفه او بالحوض كل ده يعني هو ليه الماده الجيلاتينيه حضرتك قلت بلا ادنى اي مفصل يحتاجها يعملها مع الجلسه الاولى مجانا. شكرا يا فندم. هستاذنك بس نشوف تقرير تاني ونعلق عليه. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور سامي. صراحه انا رحت سوهاج ورحت اسيوط ورحت ببصر واسكندريه ما تلاقيتش علاج. الله يبارك له الدكتور سامي. الحمد لله رب العالمين. اول حاجه ان انا رجلي بقت تتني وتفرد لوحدي، ما كنتش بقدر امشي، بس الحمد لله يعني حقنت وفي تحسن كتير. كل ما اروح للدكتور يقول لازم تعمل عمليه تغيير مفصل. اول حقنه خدتها الحمد لله بقت يعني نوعا ما، من كنت الاول ما بقدرش اقوم او اتحرك. تاني حقنه لقيت ان انا اتحسنت وبقيت كويسه. رحت للدكتور في القاهره فقال لي لازم تغيير مفصل، لقيت الدكتور سامي بيتكلم، جيت حقنت المره الاولانيه ما شاء الله. انا ما كنتش بقوم من على السرير ولا بعرف انام على جنبي ولا اتحول من جنب لجنب ولا الركبه دي اعرف اتنيها ولا ادخل الحمام الا بعكازين في ايديا كده. من اول حقنه انا مشيت من جايه من المره الثانيه اهو جايه من غير عكاز. الدكاتره قالوا انت مالكش علاج غير عمليات مفصل في الركبه. بالصدفه بفتح التلفزيون لقيت الدكتور سامي، رحت الحقيقه ابتديت اخد حقن في الركبه الحمد لله رب العالمين. ابتديت امشي بالعكاز اي نعم بس بمشي مش بمشي خالص. كنت تعبانه جدا ما اعرفش امشي لازم يسندوني. جيت حقنت الحمد لله والحمد لله والشكر لله. رحت العمره اديت المناسك كلها الحمد لله زي الفل. والله والله ما كنت بعرف اخش الحمام ولا كنت بعرف اتحرك وكنت بصوت ليل مع نهار. والله بتكلم بصدق وبامانه ما حد روق رجلي ولا روقني الا الدكتور سامي. 15 سنه كمان بشتكي من الم في ظهري وكل ما اروح دكتور يقول لي في عمليه. بس انا اول ما حقنت حقيقه مره واحده عند الدكتور سامي الالم راح خالص. انا مستغربه بصراحه. كنت بعاني بالم شديد في الكتفين
ولدرجة أنا ما كنتش بقدر أرفع دراعي. الحمد لله بعد الحقن دلوقتي بقى تحسن كبير جدا. وقعت على ظهري، فالوقعة دي تعبتني جدا وحسيت ان انا رجعت تاني لنقطة الصفر، والحمد لله يعني انا حقنت من شهر بالظبط، وجاي النهاردة استشارة، وانا بقول للدكتور ان انا رجعت شغلي وسافرت وبتحرك طبيعي جدا. عملت حقنة لظهري وبأمانة اقسم بالله اني اول حقنة انا خدتها بعدين ما حسيتش باي الام تاني، رحت التنميلة اللي كنت احسها في رجلي وبقيت اعمل اي حاجة عادي، ما بقتش احس الالام اللي كنت بحس بيها في الاول. تعبان قوي في رقبتي وجيت انا للدكتور قصر الشفا وحقنت اول مره وثاني مره وثالث مره ودي الثالثه والحمد لله 100 100. كان عندي انزلاق غضروفي وكان عندي الفقرات القطنيه الخمس فقرات كان فيهم تاكل. شفت الدكتور سامي، اخذت الحقنات البلازما يعني قبل كده، والحمد لله بدات اتحسن كتير كتير عن الاول بصراحه. الله يشفي كل المرضى، وبشكر جدا دكتور سامي على العرض العظيم اللي هو عامله، بالاضافه للعروض السابقه اللي ما زالت مستمره. ان الجلسه الاولى اللي حضرتك بتدفعها هيبقى فيها ماده جيلاتينيه اضافيه مجانا رغم ارتفاع سعرها جدا، وهنكمل باقي عرضنا عادي. الجلسه الثانيه حضرتك مجانيه تماما، الثالثه كانت انت بتدفعها هتدفعها بتخفيض. والكلام ده مش بس للناس الجداد، لا كمان الناس القدام ليهم المادة الجيلاتينية هتضاف لهم إذا كانت جلسة تانية أو التالتة أو الرابعة حسب جلساتهم. أنا بقول صح كده ولا إيه؟ صح. طب شكرا ليه كده؟ يعني كنت لسه والله عندي أسئلة كتير. طب ممكن حضرتك تشرفني تاني؟ إن شاء الله كل سنة. شكرا طيب، شكرا على عروضك، بشكر حضرتك جدا جدا. للأسف الفقرة دي خلصت والحلقة كمان خلصت. استنوني دايما على قناة تن وبنت البلد. سلام عليكم.